بخطوات واثقة شقت الدكتورة مريم اليماحي طريقها نحو النجاح والتميز. اليماحي إحدى الكفاءات الإماراتية الشابة التي احتضنتها جامعة الإمارات بابتعاثها للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة علوم الكمبيوتر. حققت النجاح ورفعت اسم الإمارات بفوزها بجائزة أفضل اختراع علمي، منحها براءة الاختراع في مجال استرجاع المعلومات من البيانات الكبيرة جدا. اليوم تعمل مريم أستاذ مساعد في جامعة الإمارات، مؤمنة بقدرتها على تخطي الصعاب في المهام التي تناط بها، فالمهمة المعقدة هي بداية الإبداع والابتكار. عقبات التعليم والغربة خارج الوطن كانت وقود اليماحي لتحقيق حلمها المنشود، وتتركز اهتماماتها في الموضوعات الإبداعية في مجال الكمبيوتر وخدمة العلوم.